بسم الله، تمارين حول درس النشر والتعميل والحساب الحرفي لمستوى السنة الثانية إعدادي الموسم الدراسي 2015-2016. تمارين رقم 55، عم الميلي M1 تساوي X2 زائد 18 X ناقص 19، ثم M2 تساوي X2 ناقص 20 X ناقص 21. يلا أنقل التمرين في دفترك ثم أنجزه، سنلتقي بعد قليل لمناقشة التصحيح معا. يلا سأنتظر. صافي انتهيت، يمكن نبدأ عملية التصحيح. يلا على بركة الله. يلا نبدأ الجواب. M1 تساوي X2 زائد 18 X ناقص 19. يلا في رأيك ما هي الخطوة التالية؟ نعم، سنحاول أن نتعامل مع هذه الكتابة ونجعلها على شكل بداية متطابقة هامة. فماذا سنكتب؟ نعم X2 زائد 2 في ماذا؟ في إكس في 9 هكذا. ماذا ينقصها لكي تصير متطابقة هامة؟ نعم ينقصها 69، سنضيفه ها هو ونطرحه هكذا على هذا النحو. ثم لا ننسى ناقص 19 اللي عندنا سابقا. طبقين الآن هذا الجزء كما تعلم يشكل المتطابقة الهامة الأولى، واضح؟ ذكرني بها. نعم A أس 2 زائد 2 AB زائد B أس 2 تساوي A زائد B الكل أس 2. العنصر الذي لعب دور A هو فعلا هو X، ودور B هو العدد 9 يساوي A زائد B الكل أس 2. عد ناقص 9 أس 2 ناقص 19، واضح؟ أي X زائد 9 الكل أس 2 ناقص كم؟ نعم ناقص 81 ناقص 19، أي X زائد 9 الكل أس 2 ناقص كم؟ صحيح ناقص 100. والعدد 100 يمكن أن نجعله على شكل قوة، ما هي؟ فعلا هي 10 أس 2. يلا في ماذا تذكرنا الكتابة؟ نعم تذكرنا بالمتطابقة الهامة الثالثة. ما هو العنصر الذي لعب دور A فيها؟ فعلا هو X زائد 9، ودور B صحيح هو العدد 10. A أس 2 ناقص B أس 2 تساوي A، هو العدد A زائد B، هو العدد B عامل لA، هو العدد A ناقص B. أي X زائد 9 زائد 10 عامل لX زائد 9 ناقص 10. نحسب ما يمكن حسابه، 9 زائد 10 أي فعلا 19 عامل لX تابع X ناقص 1. تقن انتهى. يلا M أس 2 تساوي X أس 2 ناقص 20 X ناقص 21. يلا هيئها معي لتصير على شكل متطابقة هامة. بالفعل سنحاول أن نبدأها من هنا من هذا الجزء الملون بالأخضر، فنكتب X أس 2 ناقص ماذا؟ نعم ناقص 2 في X في ماذا؟ في 10. يلا ماذا ينقصها لكي تكتمل المتطابقة الهامة؟ نعم ينقصها 10 أس 2 نضيفه ثم نطرحه هكذا، عاد ناقص 21. هذا الجزء كما تعلم يشكل المتطابقة الهامة نعم الثانية، ذكرني بها. نعم A أس 2 ناقص 2 AB زائد B أس 2 تساوي A ناقص B الكل أس 2. ما هو العنصر الذي لعب دور A؟ فعلا هو X، ودور B هو العدد 10 هكذا، ناقص 10 أس 2 ناقص 21. نخليوها حتى السطر الموالي عاد نحسبوها. أي X ناقص 10 الكل أس 2 ناقص ماذا؟ نعم ناقص 100 ناقص 21. أي X ناقص 10 الكل أس 2 تابع فعلا ناقص 121. أي X ناقص 10 الكل أس 2 ناقص ماذا؟
نعم ناقص 11 وصلتنا هكذا. والآن هيئ الكتابة فأصبحت على شكل متطابقة هامة. العنصر الذي يلعب دور فيها هو ماذا؟ نعم العنصر الذي يلعب دور A هو x ناقص 10، ودور B في أنه هو العدد 11، إذن يساوي A زائد B عامل لA ناقص B، أي x زائد 1 عامل لx ناقص 21. متفقين؟ انتهى هذا التمرين من إعداد الأستاذ عبدو، إعداد يد صفاء مراكش. إلى اللقاء.